تعرفون أنه تخصص الذكاء الاصطناعي موجود بجامعات العراق من عام 2002؟ يعد العراق من الدول السباقة بالمنطقة بإدخال دراسات الذكاء الاصطناعي للدراسات الأكاديمية بالجامعات العراقية. طبعاً بدأ هذا الشيء من سنة 2002 بالوقت اللي تأسس به فرع الذكاء الاصطناعي بالجامعة التكنولوجية، والفترة الحالية وبتوجيه من رئيس الوزراء دعمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي إدخال مفرداته بالمناهج التربوية وإنشاء أول منصة تعليمية تعمل بالذكاء الاصطناعي والاستفادة أيضاً من المواهب الشابة والطاقات الواعدة بكل مناطق العراق. ويمثل دمج الذكاء الاصطناعي بالتعليم العراقي خطوة استراتيجية نحو مستقبل تعليمي مشرق، حيث يمكن لهذه التقنية أن تفتح آفاق جديدة للتعلم وتقديم فرص غير محدودة للأجيال القادمة. تتوقعون بالفترات الجاية راح نشوف العراق ينافس الدول الكبرى بالذكاء الاصطناعي؟